سلام، اليوم جبت لكم لا ريسيت تاع لي زامبورغر. انا خدمتهم اون فيرسيون ميني، مي سي لا ميم ريسيت كو لو كان تخدموهم كبار. هكذا اون ميني امبورغر يجيو ملاح للضياف بوغ دي ريسبسيون كوم اونتري، اي سينو يجيو حتى في طاوله رمضان يجيو تري بريزونطابل بوغ شانجي دو بوراك تاع كل يوم. نقدموهم مع الحريره. Et sinon, la même recette, nous faisons avec les hamburgers les plus les moins finis, tous les jours. Nous faisons avec les frites ou les mashroubat, et Allah yajal baraka. Nous vous montrons comment la sauce qui fait que nous la mayonnaise ou la sauce algérienne. Tout ce qui est la vidéo. Nous allons avec les ingrédients de la pâte. Ce sont des ingrédients exacts que je vous mets pour que vous sortiez la même pâte que j'ai sortie. J'ai 400 ml de halib dafi. J'ai une petite cuillère de sel. وعندي زوج ملعقات كبار ممسوحين تاع الخمارة تاع الخبز، خميرة فورية لو فيغ بولونجيغ، وملعقة واحدة كبيرة تاع السكر، وربع الكاس هذا اللي استعملناه تاع الزيت، تنجمو تبدلوها بزيت الزيتون. ولا فارين عندي رطل 500 غرام دو فارين. وللتزيين عندي جنجلان حبوب السمسم، الى عندكم الابيض يجي خير من هذا الاحمر. وعندي لي غران دو بافو، هادو بودور الخشخاش، حتى هما يجيو شابين في التزيين. من بعد ايا نرفد انا هذاك الحليب تاعي، نفرغوه في غرفيه ونزيدو عليه الخليط تاع لافور والسكر، ونزيدو معاهم الزيت. الوغ الزيت بهذاك الكاس اللي عبرنا به الحليب نعاودو نعبرو ربع الكاس تاع زيت. الكاس انا هذاك يرفد لي 500 مليليتر، دونك عبرت 3/4 ثلاثه ارباع حليب وربع زيت. راني نخلط هنا هذا الميلونج بلا فورشيت ونخليوها تتفاعل. اونطرو طون نمشي نغرب لافارين تاعي في لاكيف تاع البيتران. راني ماشيه نعجن بالبيتران، سينو حتى بيديكم فالابل هاد العجينه. ونزيد الملح اللي عندي ونستنى هذاك الخليط يتفاعل لي باش ها هو دا. شوفوا ابري 10 مينوت كيفاش ولا يطلع. دونك نخلطوه في مع لا فارين ونخليو البيتران يعجن. توجور في الديبي نبداو بسرعه صغيره باش لا فارين ما طيرناش منا ومنا، ومن بعد كي لاباط تنطم ها هو دا نزيدو في لا فيتاس ونخليوها تدلكها غايه الغايه. سا ما بري 2 أو 3 مينوت با بلوس. سي بون، ها هو جدا لاباط تاعي. نحي لو كروشي تاع البيتران ونديتاشي لاباط اللي تكون لاصقه فيه. نطمها سو فورم دو بول غي بيدي. هاد العجينه تجي طريه مي ما تلصقش في اليدين، لي با كولونت مي رطبه. نشكلها اون بول ونغطيها ونخليها تريح حل 45 مينوت. كي فوت لو طون دو ريبو تاعها شوفوا كيفاش الريزلتات تطلع لي بيان، تجي بيان غونفلي. نحيها من لاكيف وديريكتومون بدي نخدم فيها لي بول. الى عجنتوها بيديكم سعفوها على حسب لافارين وعلى حسب لي ليكيد اللي تكونوا حطيتوهم، حتى لا كاليتي تاع لافارين تلعب دور. انا هذه راني نستعملها لافارين تاع التافنه تاع هنا تنخدم في تيليمسان، وتشرب بزاف هاد لافارين بارابور لدوتغ فارين اللي كنت نوتيليزيهم. مي سينو راها باينه لا كونسيستونس تاع لاباط كيفاش جاتني. سيو تجيبوها كيفها. هنا راني نقسمها الى قطع متساويه او ميني باغ. نورمالمون هاد لا كونتيتي تمد لكم 24 ميني امبورغر. رفدو كامل لا كونتيتي في الاول وقصوها على زوج، وعاودوا بديو تقصوها على زوج وعاودها على زوج، هكذا يخرج لكم دي بار ايغال. ومن بعد رفدو شاك بياس هذيك وكوروها بيديكم. شوفوا تبعوا على لا فيديو اللي ماشي موالفه، راني نهضر مع المبتدئات اسم اللي من الدار يخدموا، راه باينه لا فاصون كيفاش. نغبطيو كامل لي بو ونخليوها رطبه في لافاس باش تجينا شابه في الشوفه. اي فوالا، راني كملت انا النص تاع لا كونتيتي. حطوهم في صينيه تكونوا غلفتوها بالورق الطهي باش ما يلصقولكمش في لو فون تاع لو بلاطو. هنا خليتهم ريحوا شويه 10 مينوت، ومن بعد نبدي ندهن لافاس تاعهم غير بالزيت ويجيو بيان دوغي كما اللي شفتوهم في الديبي تاع لا فيديو. دونك نستعمل غير الزيت وهو اللي يعطيهم هذيك لا كولور بيان دوري.
اي بويسكو صغار ما استعملتش ميم با البانسو غير بزوج صبعاني ونقعد نطلي فيهم بهذاك الزيت. ولو غيست تاع لاباط كما راكم تشوفوا انا شكلت دو زومبورغر كبار وهادو ثلاثه صغار. مي سينو الا تستعملوا كامل لا كونتيتي بور دي ميني امبورغر يعطيكم 24 بياس. هاد لا ريسيت مليحه لصحابي اللي عندهم لالرجي تاع البيض، ما فيها البيض ني في لاباط ني في لا دورور. ويجي امبورغر شباب وبيان دوري وخفيف. هنا شفتوني عاود خليتهم حصه مينوت غير شويه ينتفخوا وعاود غير ابلاطيتهم هكذا بيدي على خاطر باش ما يجيوش بومبي بزاف، يجيو شويه ابلاتي. وراني نفوت للتزيين، نرفد الحبه كاريمون ونغمسها في الجنجلان ولا في غراند بافو ولا تخليوها كامل سامبل نورمال. ونعاود نخليوهم يريحوا حصه مينوت ونطيبوهم في الفوغ 35 مينوت سور 180. Entre temps, انا نفوت نخدم لكم لا مايونيز. انا نستعمل حبه تاع البيض و اون بورسيون دو فروماج. هنا عندي لا باغ رفت على حسب لا كونتيتي تاع اون بورسيون. هنا عندي خمسة طريسات تاع الثوم صغار و اون كويير دو سال و اون دومي كويير دو بوافغ. والزيت عندي 200 مليليتر، شويه ناقصه على ربع لتر. نحطها ديراكتومون في البو تاع الميكسور. وهذاك البيض تري امبورطون يكون ا تمبيراتور امبيونت، يكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش خرجناها ديراكتومون من الفريجيدار خاطر المايونيز ما تطلعناش. هذا لو بروميير سيكري تاع المايونيز باش تطلع. ولو دوزيام وهو كيفاش نرفدو هذاك الميكسور. في الاول شغل نغمو هذيك البيضه والفرماج اللي يكونوا لتحت ونقعدو مزيرين عليها ما نطلعوش. كي نشوفوها بدات التيان نبداو نطلعوا هذاك لو بغا او فيغي ا ميزور، غير بشويه نطلعوه حتى اللي نكملو، ومن بعد نزيدو ملعقه تاع الخل وصايي. هذه هي المايونيز. المايونيز كامل لا بلوبار بلوتو يعرفوا يخدموها بالميكسور، غير راني نبارطاجي معاكم لا فيرسيون اكزاكت تاعي. وهنا راني نميز بلي الكفته ديجا راها طايبه الوغ كو انا صورتها كي كنت نكور فيها وكي كنت نقلي فيها. مي بون باينه كفته رفتوها كوروها اون بتيرون على حساب لا طاي تاع لي ميني امبورغر وقليوها في المقلاة. اي كي دي مونتاج دي امبورغر دي رايان. هنا هو كان يستنى غير هاد ليتاب، يسيب كلشي واجد ويقعد يمونتي سي سون بليزير. بون نبداو بالمايونيز، ندهنوها في لا باز ومن بعد نزيدو سلطه خس، ومن بعد نزيدو اون ترونش دو طوماط، ومن بعد نزيدو الكفته ونغطيوها بالخبز الزاوج ونزينوها بالزيتون. خاص هنا نستعملوا لي كوردون هادو سبيسيال ميني امبورغر اي سالي، باسكو سينو تقعد طيرنا كامل هادو كيطيروا لنا لي في الوسط. حنا هنا راحنا ندابزو غير على الكاميرا وهنا وفيكسيها في الوسط وما تفيكسش. ها ها لي بيتيز. هذا هو انا المونتاج تاعي تاع لي زومبورغر، سي توجور لا ميم شوز. هنا راه عاودت لكم لا دوزيام. هو ماذا به غير امبيلي وحده على وحده وياكل، وانا راني نلعب على لا ديكو على لو فيزوال. مي كوميم والله لا يعرف يطيب شحال من حاجه الا لو غوت على كويزين، وشحال من حاجه يعرف يطيبها. ديجا دوك نتقاسم معكم دي ريسيت هو وجدهم لي. حاجه خفيفه ماشي الحريره ولا البركوكس ولا الطعام ولا، مي عنده دي ريسيت شابين كاش نهار ان شاء الله نوريهم لكم. نمشي وحنا نكملوا كامل لا كونتيتي. وهنا نفوتكم لا ديكو ديريكتومون لو دريساج. حطيت انا المايونيز في طبسي صغير، وبور لا صوص الجيريان غير شويه تاع المايونيز شويه تاع الهريسه وشويه تاع جو دو سيترون عصير الليمون ونخلطوهم وصايي. هذه هي لا صوص الجيريان سهله، حنا توجور مسهلينها على ريسانا بصح تجي بنينه بزاف. حنا تعجبنا في الدار مع كامل لي بات ومع لي هادو لي سالي ولي زامبورغور وكل شيء توجور نحضروها. كاين لي يزيدوا لها كالكو زيبيس واحد اخرين ويزيدوا لها الثوم ويزيدوا لها، مي بور اون فيرسيون اكسبريس غير الهريسه وجو دو سيترون صاي. ايوا وهذه هي لا ريسيت تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. سورتو بور لا بات اللي ما فيهاش البيض،
إلا عندكم تساؤلات زيفطوا لي في الماسنجر ولا في الانستغرام، دوك نخليهم لكم في لافين تاع لا فيديو. اي سينو الا سيتو لا ريسيت تاعي صوروها وزيفطوها لي، سا مي فرا ان غران بليزير دو لا بارتاجي سور فيسبوك او سور لي ستوري تاع انستغرام. ولا خاصكم نخدم لكم كاش ريسيت سبيسيفيك راه في خاطركم ولا دونك خليوها لي في لي كومونتير، اي سينو او بريفي حتى هي. انا نخليكم اليوم وإن شاء الله أي نوتخ نوفيل ريسيت بعد الغد، دونك أبخي دومان. سلام.